إذا نلاحظ كثافة القصف بطيران الاحتلال الروسي والطيران المروحي الذي يستهدف المخيمات، مخيمات للنازحين على أطراف مدينة كفرنبل جنوب إدلب، نلاحظ وجود المخيمات، نلاحظ وجود مدرسة، نلاحظ وجود منازل للمدنيين، هذه الأماكن التي يستهدفها هذا الطيران منذ صباح اليوم حتى اللحظة، شنت هذه المقاتلات الحربية أكثر من 40 غارة جوية، في حين شنت الطائرات المروحية أيضاً أكثر من 65 غاره جويه على مناطق متفرقه من ريف ادلب اسفرت عن وقوع ضحايا بين المدنيين ومصابين عملت فرق الدفاع المدني على اسعافهم الى المشافي الميدانيه اذا الطائرات الحربيه تحلق الان في الجو طائرات الاحتلال الروسي بالاضافه لتحليق لطائرات النظام الحربيه المعروفه بالرشاش او اللام بالاضافه ايضا لتحليق الطيران المروحي الذي يلقي البراميل والاسطوانات المتفجره على مناطق متفرقه من ريف ادلب يوجد اليوم عده شهداء ومصابين بين المدنيين جراء هذه الغارات التي شملت مختلف مناطق ريف ادلب من ريف ادلب الجنوبي الى ريف ادلب الجنوبي الغربي الى مناطق جبل الزاويه، الان ايضا نسمع تحليق الطيران الحربي في الاجواء الذي ينفذ الغارات على هذه المناطق عموما فرق الدفاع المدني تتوجه الى الاماكن التي يتم استهدافها بشكل مستمر، اذا نعود الى المكان المستهدف وهو مكان لي المخيم للمدنيين يسكنه اهالي نازحون من ريف حماه الشرقي او من ريف ادلب الشرقي تستهدف هذه الطائرات الان منذ نصف ساعه حتى الان نفذت هذه المقاتلات الروسيه حوالي سبعه او غارات جويه بالصواريخ الفراغيه على هذا المخيم، لا نعلم حتى اللحظه حجم الاضرار نتيجه كثافه القصف على المخيم عموما عموما الطائرات تحلق الان في الاجواء، لدينا عده طائرات مروحيه وحربيه وطائرات رشاش تحلق في اجواء ريف ادلب الجنوبي وتنفذ غاراتها على على المدنيين في هذه المناطق بالإضافة أيضا لخروج عدة منشآت حيوية عن الخدمة منها مدارس في بلدة معارة حرمة ومستوصف في بلدة الهبيط ومستوصف في بلدة ركايا سجنة وأيضا المدرسة في بلدة القصابية والكثير من النقاط الطبية نسمع الآن صوت الطيران المروحي بالإضافة للطيران الحربي في أجواء محافظة إدلب هذه الطائرات التي تكثف غراتها على المحافظة محمد فيصل أورينت نيوز ريف إدلب الجنوبي